إذن لدينا المتغير العشوائي. لنبحث بداية في مفهوم المتغير العشوائي. طبعا طلاب، نحن عندما نجري التجربة العشوائية نحصل على نوعين من النتائج. نتائج التجربة، فضاء العينة. نعم، عند إجراء التجربة العشوائية نحصل على نوعين من النتائج. نتائج نوعية أو كيفية، مثل الشعار، الكتابة، اللون الأحمر، اللون الأصفر، إلى غير ذلك. والنوع الثاني من النتائج، نتائج كمية عددية. مهمتنا في المتغير العشوائي، سنقوم برد النتائج الكيفية إلى نتائج عددية. إذن في الواقع عند إجراء التجربة العشوائية نحصل على نوعين من النتائج، نتائج نوعية ونتائج كمية عددية. عندئذ رد النتائج النوعية إلى نتائج كمية عددية يسهل الدراسة ويجعلنا نحصل على نتائج أفضل، وهذا العمل أو هذه العملية تتم وفق مفهوم المتغير العشوائي الذي سوف أرمز له بالرمز X. إذن عند إجراء التجربة العشوائية أحصل على نوعين من النتائج، نتائج نوعي ونتائج كمية عددية. سوف نرد النتائج النوعية إلى أعداد. هذا العمل يسهل الدراسة ويجعلنا نحصل على نتائج أفضل. هذا العمل كيف سوف يتم؟ سيتم وفق مفهوم جديد أدخله على مفاهيم الاحتمالات، ألا وهو المتغير العشوائي. يعني أنا راح أربط النتائج الكيفية بمين؟ بأعداد. عملية الربط هي عملية اقتران، سوف أقرن كل وصف أو كل نوع بعدد. هذا العمل سوف يتم وفق مفهوم دالي، هي دالة المتغير العشوائي اللي نحن راح نرمز لها X، والتي سيكون منطلقها فضاء العينة أوميجا ومستقرها R. يعني نعطيناها نتائج راح تعطينا أعداد، وهذا ما يسمى تعريف المتغير العشوائي. إذن المتغير العشوائي في فضاء احتمالي منتهي متساوي الاحتمال أوميجا رو أوميجا بي، نعرف المتغير العشوائي إكس بأنه دالة منطلقها فضاء العين أوميجا ومستقرها آر. إذن المتغير العشوائي هو دالة تربط عناصر أوميجا بأعداد حقيقية. نعم، إذن المتغير العشوائي هو دالة تربط عناصر أوميجا بأعداد حقيقية. نعم، وسوف أرمز لمجموعة قيم المتغير العشوائي بالرمز X أوميجا، وأعبر عنها بالشكل X أوميجا، بفتح قوس مجموعة R1 R2 R3 حتى Rn. يعني طلاب الأعداد R1 R2 R3 حتى Rn، هاي الأعداد اللي راح تقترن، نعم، بمين، أو التي سوف نقرن، نصح الكلام، سوف نقرن نتائج التجربة بها. الأعداد R1 R2 R3 حتى Rn، هاي مجموعة القيم، هي الأعداد التي ستقترن نتائج التجربة بها وفق دالة المتغير العشوائي. إذن مجموعة قيم المتغير العشوائي هي X أوميجا، وهي المجموعة R1 R2 R3 حتى Rn. يعني نحن في منهجنا راح نتعامل مع مجموعة قيم المتغير العشوائي مجموعة R1 R2 حتى R3 حتى Rn. نعم، هاي مجموعة قيم المتغير العشوائي. لما المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri على سبيل المثال، لما X، نعم، أحد قيمه Ri، هذا الكلام نعبر عنه بالحدث X يساوي Ri.
نعم، الرمز X يساوي RI هو الحدث الذي من أجله مجموعة الأحداث البسيطة، نعم، أو بأنه مجموعة الأحداث البسيطة التي من أجلها المتغير العشوائي يأخذ القيمة RI. إذن نعبر عن الحدث X يساوي RI بأنه مجموعة الأحداث البسيطة التي من أجلها المتغير العشوائي يأخذ القيمة RI. هذا الكلام هلق راح يتوضح وفق مثال. نعم، إذن المتغير العشوائي X هو دالة منطلقها فضاء العين أوميجا ومستقرها R، تربط عناصر للتجربة بمين؟ بأعداد حقيقية. نعم، كل عنصر هو حدث بسيط، عندما تتجمع هذه العناصر وفق حدث ما، نعم، نحصل على مجموعة الأحداث البسيطة، نعم، ومجموعة قيم المتغير العشوائي هي R1 R2 حتى Rn. لما المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri، هذا حدث يتألف من مجموعة الأحداث البسيطة التي من أجلها المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri. لغاية الساعة الكلام مبهم، أعلم ذلك. نعم، الآن قانون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي. قانون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي طلاب هو عبارة عن تابع منطلقه مجموعة جميع الأحداث ومستقره المجال صفر واحد، ولكن ضمن دراستي أنا في البكالوريا راح أعبر عن قانون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي بجدول، أسميه جدول التوزيع الاحتمالي. نعم، قال نعبر عن قانون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X الذي مجموعة قيمه X أوميجا R1 R2 R3 حتى Rn بجدول يسمى جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي بالشكل. نعبر عن قانون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X الذي مجموعة قيمه X أوميجا R1 R2 حتى Rn، وعبر عن قانون التوزيع بجدول يسمى جدول التوزيع الاحتمالي المتغير العشوائي بالشكل، هو جدول يتألف من سطرين. في السطر الأول أضع مجموعة قيم المتغير العشوائي، وفي السطر الثاني أضع FRI. ما هو FRI؟ FRI طلاب هو احتمال وقوع الحدث X يساوي Ri، احتمال وقوع الحدث الذي من أجله المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri. وعند اللي بدي أحسب الاحتمالات هذين القوسين راح أحذفهم لسهولة الكتابة بالشكل، حيث FRI انظر احتمال X يساوي Ri، أي احتمال وقوع الحدث الذي من أجله المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri. يعني FR1 احتمال وقوع FR1 هون أنا عندي احتمال وقوع الحدث الذي من أجله المتغير العشوائي يأخذ القيمة R1، هون FR2 احتمال وقوع الحدث الذي من أجله المتغير العشوائي يأخذ القيمة R2، X يساوي R2، FR3 حتى هون FRN. يعني هذا الF، مو أنا قلت قانون التوزيع هو تابع رمز له بالرمز F، وهو هالتابع بإيش معرف؟ باحتمال المستقر المجال صفر واحد. FRI هو احتمال X يساوي RI، احتمال وقوع الحدث الذي من أجله المتغير العشوائي يأخذ القيمة RI. توقع الرياضي أخيراً للمتغير العشوائي رمزه EX. التوقع الرياضي للمتغير العشوائي رمزه EX، أقول إن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي X الذي مجموعة قيمه X أوميجا R1 R2 R3 حتى Rn
وجدول توزيع الاحتمالي هو الجدول السابق RI FRI نعم هو مين؟ هو EX الذي يساوي R1 ضرب FR1 زائد R2 ضرب FR2 زائد حتى RN ضرب FRN وأعبر عنه بالعلاقة EX التي تساوي المجموع من I تساوي الواحد حتى الN لRI بFRI يعني R1 ضرب FR1 R2 ضرب FR2 R3 ضرب FR3 حتى زائد RN ضرب FRN عبرت عنه بسيجما شرط الجمع شرط المجموع يساوي المجموع من I تساوي الواحد حتى الN لRI بFRI إذن تحصيل حاصل لكلام الطلاب المتغير العشوائي صف عند X له مجموعة قيم X أوميجا بالشكل R1 R2 حتى Rn له جدول توزيع Ri F Ri هون أضع مجموعة قيم غير عشوائي R1 R2 حتى Rn هون FR1 FR2 حتى FRn وله أيضا توقع الرياضي EX والذي هو المجموع من I تساوي الواحد حتى الN لR1 بFR1 زائد R2 بFR2 زائد R3 بFR3 زائد حتى RN بFRN RI بFRI نعم هاي المفاهيم الثلاثة اللي أنا بدي إياها منكم في المتغير العشوائي نعم بقت عندي ملاحظة انظروا إلى هذه الملاحظة قال في جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي يتحقق مجموع FRI يعني FR1 زاد FR2 زاد FR3 زاد حتى FRN المجموع لهذه الصور كم يساوي؟ يساوي واحد ممتاز. واحد أحسنتم في السطر الثاني ما شاء الله عليكم في السطر الثاني من جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي يتحقق المجموع من I تساوي الواحد حتى الN لFRI يساوي الواحد يعني أنت بعد ما تنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي مشان تتأكد أنه شغلك صح لازم تطبق هالقاعدة لازم يكون مجموع FRI من I تساوي الواحد حتى الN إذن يساوي الواحد في الحقيقة الطلاب FRI ماذا يساوي مين بذكرني بFRI FRI احتمال X يساوي يساوي RI ممتاز FRI يساوي احتمال X يساوي RI في الواقع هذه المفاهيم النظرية اللي بتتعلق بالمتغير العشوائي.